شنو بيسكو اخ رشيد عادي خلي هذا طايره هذا الشمير والله جاي يجيب التصفيق طايره هذا الكره باش كونش طاير الله يبارك باش كونش خضر وبيسكو طويل ودابا طفره ياك مشكل صحيحه هذا 25 يوم تبارك الله خاصه ديالو هذا ضرب 25 يوم كياكل الزوان هذا الشوا كياكل الزوان شوف الماكله ديال الزوان الناس دابا راه ما كتبغيش الزوان صافي الله يبارك كانت طويره الموستاج ديالو راه ذكي بحال بالنسبه كما قلتي اخويا رشيد هذا مليح حتى هذا مليح راه غادي نهزو هذاك كيدوي هذاك خويا كيفاش غطاه نعم خويا عاود السؤال قلت لك على الانقراض ديال الحسون شحال من واحد كيقول لك الحسون غينقرض ما عمرو ينقرض الحسون والله اللي خالقه الدبان راه كنداويو العالم كامل كيحارب الدبان وراه الدبان كاين عقلوا على هذه المعلومه الدبان جميع الادويه في العالم كامل كيحاربوا وراه الدبان كاين كاينش حاجه تنقرض كاين الانقراض باذن من الله سبحانه وتعالى التهريب حتى هو عنده واحد السبب كيساهم شويه ولكن موجوده الا قللت هنا كثيره في واحد القنت اخر تقدر يقلل ولكن ماشي ينقرض ما عمرو ينقرض ما نبقاوش نكذبوا على الناس ونقولوا شي معلومه اللي وحنا دابا راه خدامين الشماله دابا داكشي علاش تسمو قليل قليله قليله في السوق الطبيعه راه موجوده يعني موجودة في الطبيعة موجودة غير هي الأماكن كاين الأماكن اللي محرزة وكاين الأماكن اللي ما غير هو عاوتاني خاص الصياد لا صياد قرا يطلق سميتو يطلق الجدر باش يحافظ على الطبيعة شوية حيت هذاك الجدر ملي نطلقوا ولا النتوى راه مازال غتفرخ لك أربعة الفراخ أخرين ولا خمسة ولا عنده ولاد ولا جوج العشاش غنوصلوا حتى لعشرة الطيارة ولا عنده ولاد غيمشي يوكلهم تماما شو رجيلات ديال الذكر اللهم بارك عقلوا على هذه المعلومه الذكر كتكون رجلو غليظه ماشي بحال النجوه النجوه كتكون رجلها مكسبه هذه معلومه قليل اللي كيعرفها كتكون رجلها رقيقه والذكر رجلو غليظه عقلوا على هذه المعلومه شكرا كان مرحبا مرحبا قناه رشيد عمل النمر اخويا رشيد 06 19 04 62 64 34 بالنسبه انت هو اخويا رشيد انت هو دايرين السندر انت ما ضاربين 25 يوم انت هو السندر ضاربين 25 والذكوره 150 درهم يعني بحال كلهم ضاربين 25 كلهم قدام اللهم يسر اخويا رشيد امين اخويا الله يسخر الجميع السوق تبارك الله مبارك الكورة ونشاوي الكورة شحال الكورة؟ الكورة 130 اخويا 130 باقي تيصيدوا الجدورة الجدورة راه حليبين وراه خليبين خاصهم شي يبقاو يصيدوا يصيدوا كورة يطلقوا الجدورة ياه عندك الصيد جبنا شي تكاير اخويا ادريس لا متخافش كار باش كنعرفو راه الموستاج الراس العين ما كاش موستاج العين والراس ياك واخا ما يكون الراس كيكون بحال مفطح من الفوق والجناح الجناح بالنسبة للودعات هذيك الشيء كذوب ياك الودعات راه تنتو كيكون عندها الودعات شتيو دابا الكورة شحال هاد الطير؟ الكار 130 شتيو كيكون راسها بحال داير هادي راه صار راسها حطاح جناحها شاب جناحها راه راسها كيبان شوية فلاح شوية فلاح هاديك تشبال ذكرت شوية كاين راه نتوما جناح شاب الجناح هو اللي كيعطي 100% وي نجاوب شحال 70 ياك طير خضر يعطيك اللهم بارك ابغى ياكل هذا هشام لا راه كيحل فم واحد سبحان الله اللسان ديالو من داخل حتى ل 11 شو اللي فوت تشل هي الفوت ديالك قلت له هذيك الكره ديال الحسنية بقيت تلعب به وما عاد ربع عرفتي كيدير لسانو عرفتي بحال اش بحال هذاك الجولدن فيش جولدن فيش راه كتعطيه قصه كياكلها وكتلقى فمو فيه بحال الدياموند كتبري جولدن فيش ولا اش خاص ندير عليهم شنو عادي شنو عادي
دابا هذا ماشي اللي بيه هذا راه جابو واحد الصديق الله يحفظه ان شاء الله كيتولى به مراجع ان شاء الله مراجع ان شاء الله اللهم يسر لا لا عندي الحسن عندي فين غيدور له تبارك الله تبارك الله خويا عبد الله غتخصك دير انتاج هاد العام ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تبارك الله كيدور عند نتوما تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك اخويا دخله ودخله اخويا بالنسبه لهاد النتيوا اخويا شحال الثمن ديالها النتيوا ديال المغرب هي 300 درهم مرحبا وعلى مرحبا خلينا النمر ديالك اخويا عبد الله 06 31 56 76 76 والتوفيق ان شاء الله الله يسخر الجميع شي اللي جاب على القنين باش ياك كتجمع بلاش كتجمع بلاش ديرها في كارطون عندك عزيز هادشي راه سير ديرها في كارطون السلام عليكم شحال عندك؟ اخويا عندو 4 سنين 4 سنين؟ الثمن ديالو شحال؟ 1400 لا ميدان الله يبارك ما شاء الله ميدان وياش يعني واش الخدمة؟ ها؟ واش الخدمة؟ اه واش الخدمة؟ وكان دابا حال سخون كنا غادي نخرجو ان شاء الله سيقول النمرة 06 31 51 56 ان شاء الله يدخل الهان ونرجعوا عندك مرحبا مرحبا عزيز نضرب لي واحد الطله مرحبا مرحبا نشوف الكسوه اللهم بارك الله يبارك اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك في كلام الله يبارك ما شاء الله دابا هل بارك شويه واتزم اللهم بارك اللهم يعز السير شحال عندك؟ سنين كم شهر؟ كم ديالو شهر؟ 2000 درهم كم ديالو 2000 درهم سير خلينا النمرة 06 01 76 62 05 اللهم يسير شحال
هو كيكون كيعاد ديالك هو فيه. اه كيكون هو هذا دابا معاد مو والو هذا مدريسي قال كان عنده ميكروفون دابا راه مخلوع راه مخلوع فهمتي ما عندناش اه مخلوع لا ما يعطيش لا دابا مخلوع مولوش لا دابا تكير ياك كرا باش كيتعرف هو تكر من نشوه نعم باش شفت قرات كيف فاش الفويلات ديالو قداش شي الفويلات يعني هو بحال بحال المش ها هو راه بحال المش الفويلات ديالو هذا هذا شحال عنده تقريبا عنده عام عندي ديال تبارك الله منين هادو الثمن ديالو شحال اخويا خويا 400 درهم هو البيع ديالو هو اللي كاين ما كاين لا نتوى ديالو لا هو كاين نتوى ديالو تما بغيتي نساهم معاك في التنسيوى نتوى راه ناعسه تما وخا نشوفوه هاني مرحبا شي واقع علاش اللون كيكون بدري حتى هي بحال هي صغيره مخلوعه هي جاي عندها عام ياك جوجهم جوجهم لغير اللي بغاهم جوج 500 درهم جوجهم طيب اللي بغاهم جوج 500 درهم السلام عليكم يا خويا اسامة كيش ولا اللهم بارك اسامة راه من الموالي الكبار تبارك الله في السوق والطويرات اللي كيجيب تبارك الله في المستوى كان عنده واحد الميسو تبارك الله السنه اللي فاتت شحال شحال عنده هذا؟ عامين عامين جدير ياك اصلا جدير كمان شحال ديالو 450 كاين شي كلام ولا كلام وداني كلام ويدان سير خلينا النمرة خويا سير 07 22 04 94 94 اللهم يسر اللهم بارك تبارك الله هادو وليدات كلهم ولاد ياك كلهم شنو هذا كاين هذا فيه هذا تقدر هذا لا فارق ديال الخدمه هاد النسوه هاد المهم هادو زويجه كبيره هاد ومدرسين وديال الخدمه هادو شنابر هاد ثلاثه هاد ثلاثه شنابر شنبور هاد بايدي شنبور هاد الحبشي شنبور هاد الحبشي الكبير هاد لاشينو كبير الثمن شحال هنا مثلا هنا 300 درهم هنا 400 درهم هنا 300 هنا 500 درهم لا شينو 500 تيوا تكير هنا 400 هادو 300 اللهم بارك بالنسبه للنمره اللي بغى شي حاجه يجي النمره ياك اخويا مصطفى اللهم يسر نمرتك اه قولنا النمره 06 28 50 24 اللهم يسر اللي خاصها شي حاجه مرحبا به الله يحفظك راه القرايه اللهم يسر ما بغاش يعطي النمره اللي بغا شي حاجه راه يبيع عندو اللهم بارك اوليدي الله طوال راه عطينا 80 نمره اللي بغا شي حاجه راه يجي القريه وطواط هذا اوليدي ما تقولش تبارك الله فكرت بان راس ديالو كبير هذا باين تكير ياك راس ديالو كبير اللهم بارك راه اول وطواط وقع لك يدور في القريه ياك اول ولد هاد العام الثمن ديالو هو 300 درهم واش اللي بغيت يزاد اش ما مرقد هذا كبير هذاك عام مامور واش مامور ولاد هذا ديال الحفاظ ياك شادين شنو ها شادين وخفيف الولاد ولكن يحفظوا باقي نزيدوا كلها اه يزيدوا دابا بدا يحفظوا ولا هاد الدين؟ لا هاد الدين كما شحال؟ يلا خاص السوق انا خاصني ندبر على حابس وخاص نفهم شنو قال هادو 35 دابا خمسة 35 راه باقي نحافظو الكلام اللي حافظو غادي يحافظو على حد ما يفوتوش حد اللهم يسر بسم الله السلام عليكم كيداير خويا رشيد الله يحفظك كيشي ولا شحال هنا اشمينا بايدين 120 كبار ياك شي خمس شهور شنابر يعني شنابر
وانا 110 لا غير 90 درهم غير 40 درهم يطلع غريز. وهنا شنو كاين؟ كاين واحد الحداد كاين شحال الثمن ديالو؟ 250 درهم. شحال عنده؟ 49 شهور. وهنا؟ الشدار عنده عام ونص. صاير الله مبارك. وكاين هنا شي واحد؟ كاين واحد عنده 3 سنين شي واحد عنده 3 سنين هو طيح صاحبي كم ديال شحال؟ 500 درهم. تا هو واش؟ تا هو واش؟ وهنا؟ أنا قلت خويا قور عندنا العامين، أنا خارجين من البدالة، الثمن ديالهم قلت لها 400. سير قول النمرة خويا رشيد. 06 62 23 72 85 اللهم يسير. هذا كيبلغ لك السلام ولا لا؟ اش مينا شحال اخويا هنا؟ لوروج ديال 170 اورونج 170 درهم وبيض 170 هذو الكوره كلهم الكوره ياك هنا كاين 170 درهم هنا البياسه وهنا نتاو نتاو شحال الاشمنه ديالهم؟ الصفرين 130 والبيضين 170 الشنابر 70 درهم تخيل النمره اخويا شدك ما شدكش سير قول لي 06 48 02 49 54 اللهم يسر السلام عليكم كده اخويا حمزه خير كاش ولاعه الله يحفظك كلشي كاين الحمد لله الله يحفظك كاش وليدات هنا ياك مرحبا كنا كارو مستاش يا حتى لي زان ليزانس شمن ليزانس هذوك شمن طفاوس اوبالين راسو ليموني وراسو احمر راسو ليموني وراسو احمر الثمن ديالهم شحال 150 كارو مستاش 250 كارو مستاش 250 ايزابيل اخرين 280 عين حمرا 280 عين حمرا 280 هادشي كامل راه باقي ومطريق هادشي دابا باقي ومطريق تقريبا شحال عندهم هادو؟ عندهم اخويا 20 يوم شي 20 يوم وكاين السوران ديال هذا باك اخويا ديال الجديد باك اخويا فيه جوج ديال الريوس وفيه سوران كبيره فيه معلقه جوج تيوات وهادي كادو ديال 20 مينيم والجلده ديال السوران كبير هادو شحال 130 درهم باك كامل وكاين هذا ديال الراس واحد 120 درهم هذا ديال الراس واحد 120 وكاين المعالق ديال معالق 3 درهم 3 درهم ديال التوكادو تيوات درهم درهم هادو بجوج درهم جوج تيوات واحد رطا واحد ميديكال واحد عاد واحد ميديكال واحد سيرانك 10 درهم كاين الماكلة 100 غرام 25 200 غرام 1000 ريال 150 شركة موثوقة هادي بسيطة كيف بسيطة كيف كاين الكيار ديال الكانار 120 درهم كاين جوج كورة ديال الكالوبسات اللي بغا يخدم 300 درهم 300 كاين كوكلة ديال ليزان صاية 350 وكاينين وليدات 150 لواحد 150 اللهم يسر اللي بغا شي حاجة راه شي أصلا غرام راه كاينين البيض وكاين الكحل اللهم يسر بالنسبة للنمرة هاي 066 46 88 35 فيس انستغرام حمزه مو كاظم اللهم يسر اخويا حمزه الله يسخر السلام عليكم دراخ شحال عنده هاد؟ عنده عامين عامين مدريس ياك؟ لا مدريسي هو مدريسيش؟ الكلام الصيد انا بغا شي تصيد الثمن ديالو شحال؟ 400 تخلنا النمرة 06 09 81 84 53 اللهم يسر السلام عليكم كيف حالك؟ الله يحفظك كيف شوله؟ كيف حطنا الواجهة؟ ما الوقت ما وصلتناش النوبة ما الوقت كله إن شاء الله هنا كانوا مسافر شحال؟ التحليل 350 والبيضين 2000 درهم جويجة هذيك ياك جويجة جويجة ب 2000 درهم وهنا 270 جمل
72 بالجملة. وهنا 850 كبار كبار وقال على شويه بالنسبة للبيض حال حال حالو بحال هذا 350 شنو شحال؟ 35 جملة. بالنسبة لك الكالوسة؟ ديالي 1200 خليها لك ياك. بالنسبة هنا هوكو هذيك اللي صعبوها صفرة لاشينو ياك ماشي لاشينو هذي دابا ماشي لاشينو ياك هذي عين الكحلة ياك هذي كيشكون هنا سبوس باي هذا سبوس باي بالنسبة لا لا الأولى بالنسبة للعمر 180 لي مونداران 25 وهذا هذا 20 هنا 20 وهنا 25 الموانو شحال؟ الموانو 50 درهم والبيض 100 درهم بالنسبة للكنار 110 الشنابر 110 شنو عبرات ليزانس شحال ليزانس صافي خلينا النمره خويا 66 40 56 68 الله ما يسير الله ما يسير اللهم بارك جوج ديال التكاريكي دابا فين وتكر فين نمشيو تكر على النجوه تكر على النجوه واش تكر كيكون زوين على النجوه قال ياك واش لا الله ما عنديش اللي مشي بزاف ديال واحد السيد صالح شحال طال فيهم 1100 1100 اللهم يسر اللهم بارك واحد قبيس تبارك الله عندك اسمع ليا في تبارك الله ديال الوطواط هذاك وطواط حداد اللي بغا ان شاء الله هذا الثمن ديالو شحال 170 درهم كيتباعو ب 200 درهم كيتباعو ب 200 دابا هذا اش منعود شوف شي حاجه مليحه السلك ما كيصديش وشوك يعني شوك خليه شان بحال بحال ياك وكاينين هادو ديال المقنين هادو شحال هادو 55 درهم 50 درهم بحال بحال كاين هادو هادو كبر منهم شويه هادو شحال هادو هادو 90 درهم بالسرير السرير ديالهم بكلشي اللهم بارك صافي الاخ ديما راه القريعه راه قدام السوق ديال الفحم الله سعيد لا تحيه الله يحفظك خويا سعيد الله يسر النمره بلاش دير النمره تكفى شي واحد شي عذاب كدير الجمله ياك الجمله كيكون شي الجمله كتنقص شي 5 دراهم ولا ياك الله يسر